على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك يا سيد. الله يعزك إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفا، ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة. لولا حدود صوارم ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء لنا هاماتنا منها نقيفة. لذكرت من أسرار آل محمد نكتا لطيفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم سقيفة، ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة. آه لبنت محمد ماتت بوصتها أسيفة. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام بين أصحابه وعلى مقربة من دار علي وفاطمة، ويتلو هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قام له أحد الصحابة قائلا: يا رسول الله، بيوت من هذه؟ فأجابه: تلك بيوت الأنبياء. فقام آخر وأشار إلى بيت علي وفاطمة وقال: وهذا منها؟ فأجابه: من أفضلها وأحسنها.
خلينا شوية نأكد على موضوع الأفضلية والأحسنية. من أين اكتسبها هذا البيت؟ فقط لكونها ابنة رسول الله، لكون هذا الزوج هو ابن عمه ووصيه، أم أنه واقع هذا البيت فيما تعايش، نعم، ضمن مفاهيم، خلنا نعبر عن الإسلام الأصيل الذي تحقق في كل حركة هذا البيت، في مواقفه، في أخلاقياته، في طباعه، في مزاجه، في تدينه، في تعلقه بالله عز وجل. الله عز وجل يقول بالنسبة للأنبياء: فبهداهم اقتده. وإذا كان هذا البيت بمن فيه هم من أفضل بيوت الأنبياء، فمن باب الأولى بهداها أهل هذا البيت اقتده. اجعلهم أسوة حسنة، اجعلهم قدوة لك في حياتك. أنا عندي فكرة حول هذا البيت، أقول بيت علي حقق نجاحات كثيرة، بل في كل خطواته حقق نجاحات كثيرة، فهو أفضل تجربة نستطيع أن نعتبرها خلاصة البشرية جمعت في هذا البيت الطاهر. لكن نسأل: ما هي أسباب وعوامل النجاح في هذا البيت؟ اللي يتوقع أن علي بن أبي طالب عاش مع هذه الأسرة بلا مشاكل، بلا قلاقل، بلا اضطرابات، بلا قلق، يعني الحياة كانت في رفاه، كل وسائل الراحة موجودة، هذا مشتبه. بيت علي أحاطت به الأخطار، أحاطت به الأزمات من كل ناحية، ولكن النتيجة أنه تجاوز كل الأزمات بجدارة. في حياته الزوجية، في علاقة أفراده، خلينا نروح أنا الآن على أروقة المحاكم الشرعية عندنا في البحرين ونشوف ملفات الطلاق والنزاعات اللي تتعلق بعلاقة الأزواج. احنا بالنتيجة بلد مساحة صغيرة جدا، أضف إلى ذلك أكثر الناس وغالب الناس متدينين، بل أنه عندنا حتى آليات اختيار الزوجة في الغالب مو متعرف عليها على النت حتى تقول مثلا هذه علاقات أصلا نعم باهتة نشأت من خلال صورة أو لا، يجي يبحث، يسأل، يتقصى من يا عائلة شنو أخلاقياتها، شنو طباعها كذا، وشوية ما تتعين له بعد هالمخاسير وهالإنفاق وهالكذا، بعد شهر شهرين وإذا هم بالمحكمة. زين شنو قالت؟ ما أريده. هو هذا يقول ما أريده، إيش صار يعني؟ فقد تدينه مثلا، صار من أهل الكبائر مثلا أو لا. أنت تتعجب أنه هالنسب الكبيرة وتبحث عن أسباب الطلاق، أسباب إنهاء العلاقات الزوجية، تجد في أغلب الأحيان توافه توافه. وإحنا في بلد المتدينين، إحنا في بلد المتدينين، ما السبب؟ ما هي عوامل الفشل التي تؤدي؟ طبعا لما نتكلم عن هالنسب الكبيرة نتكلم عن ما بلغ إلى أروقة المحاكم، بعد اللي باقي في أجواء البيت يتنفس الصعداء ويقول يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن، هذا بعد غير يعني اللي حابس أنفاسه وقاعد بمشاكله وصابر ومسلم إلى أن يقضي الله ما هو قاض، هذا نعم خليه بعد أضعاف ما بلغ إلى أروقة المحاكم. ما السبب في هذا الفشل؟ ما السبب في هذا الضعف؟ ما السبب في هذا القلق الدائم؟ نبحث عن أنجح تجربة في تاريخ البشرية، بيت علي وفاطمة. خلينا نشوف عوامل النجاح في شو. العامل الأول: بيت علي وفاطمة بيت بلا توقعات. شو نقصد؟ نقصد بكلمة بلا توقعات،
مبدئيا الشاب أو الشاب قبل أن يتحرك إلى مشروع الزواج هي تنظر إلى الأمور بمثالية، سيأتيها فارس الأحلام بجواده الأبيض وينطلق بها إلى الحياة والرفاه والاستقرار، كل ما تريده، كل ما تتمناه، كل ما رسمته في ذهنها عن الحياة الزوجية ستحقق على يد هذا الفارس. نعم، وتروح على مود هذا. هو بعد هم كذلك باني على أنها شريكة الحياة التي ستصبر وتتحمل وتشاطره مشاق الحياة، وستمر معه على شاطئ النجاة من خلال حكمتها وعقليتها وحرصها ومحبتها، لأن كلمات الشوق والحب كل يوم مطرش قلب مجروح كذا، هذا شأنه بالواتساب. لكن الواقع أين هو؟ بعدين تصير حياة الزوجية تتحول إلى جحيم، إلى مماحكات، إلى مواجهات، إلى أن يفضي الأمر إما إلى أن يبقى الأمر على ما هو من قلقه أو أن يفضي إلى طلاق. لماذا؟ لأن أكو توقعات مسبقة بأن هذا الزوج سيحقق كل ما أصبوا إليه. هو كذلك كان يتوقع هذه الزوجة هي سيدة نساء بحرينها، وإذا بها لا، أمورها عادية وبشر وتخطئ وكذا، وعدها بعض الجهالة والحماقة اللي أدت إلى مثل التوتر هذا. بيت علي بيت بلا توقعات. علماء الاجتماع يتحدثون عن حاجة الإنسان، احتياجاته، الحال الدرجة الأولى فيها الضرورات، وهذه اللي تتوقف عليها حياة الإنسان: الهواء، الطعام، الماء. الدرجة الثانية لا يعبرون عنها من الكماليات، يعني الذي من الضروريات، اللي ياكل تمر يعيش، واللي ياكل لحم هم يعيش، واللي ياكل القليل يعيش، واللي ياكل الكثير هم يعيش، بس فرصة، ربما فرصة اللي ياكل كثير مو هالقد. يعني شاهدنا، بينما طبيعة الطعام ليست مهمة، أكلت هذا أو أكلت هذا ستعيش. يبقى الدرجة الثانية من الكماليات التي يستطيع الإنسان أن يستغني عنها مطلقا. مشكلتنا اليوم أن تحولت هذه الكماليات إلى ضروريات في حياتنا. كيف يعني؟ بدال ما يكون عنده موبايل عنده ثلاثة، كان رجل أعمال وهو رجال عاجل. بدال ما يصير عنده تليفون حي الله استقبال إرسال، بس الآخرين عندهم تليفونات ممكن أن تكون بالمئتين دينار والمئتين وخمسين دينار. إيش معنى هو يعني؟ ها؟ معنى هو راتب ماله مئتين، يعني يحتاج يضيف عليه خمسين حتى يحاكي الآخرين ويناظرهم. طيب مو هذا رايح يخلق عندك أزمة مالية، ورايح يراكم الديون عليك، ورايح يكون على حساب احتياجات أخرى وأمور أخرى. تتصور اللي يعيش بهالمستوى هذا ممكن أن يخطط إلى مستقبل، ممكن أن يبني مستقبل لهذه الأسرة؟ متراكم الذنوب هي هم بعد الزوجة ناظرة إلى أنه فلانة عايشة، نعم، في وضع معين. إيش معنى أنا قاصرة يعني لازم أحاكيها؟ مو هذاك زوجها مقتدر، أنا ما مقتدر. الأمور اللي نتحولها إلى واجبات، والحال أنها ليست من المستحبات فضلاً عن أن تكون من الواجبات. زين، ولدت لازم أودي لها 20 دينار، ذيك المرة وديت 20 دينار، هالمرة 20 دينار لا أستحي، لازم 30 دينار. مو هذا المسكين بعد دخله محدود، فتتفاقم عملية الإنفاق فيما ليس بضرورة، وتتحول في أذهاننا إلى ثقافة وإحنا نشجع عليها، وبالتالي نتيجة هذا تراكم الديون. إنسان يعيش يكفينا الدولة مخلتنا في قلق على هالمسكن اللي ربع قرن ندفع فيه، ما نحصره إلا بعد ربع قرن، وربع قرن هم زايد 50 سنة يعني. زين، بالتالي إحنا نخلق إلنا أزمات تؤثر على استقرارنا النفسي، تأثر على نعم حالة الهدوء النفسي. بالنتيجة هذه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم،
هذا شغلنا احنا اللي نحول بايدينا حياتنا الى جهنم. الزهراء كيف كانت؟ هل الكماليات لديها ضرورات؟ لاحظ هذا المشهد الرائع من حياة فاطمة، وأنا أريدك من خلال قراءة الرواية أنت تستنبط منها نعم عوامل النجاح في حياة فاطمة. أولا، علي يلتفت إليها ويقول: يا بنت رسول الله، هل عندك شيء نأكله؟ سكتت. تكلمي يا نور عيني. قالت: والحياء يجللها. يا أبا الحسن، منذ 3 ليال وما في البيت شيء. وهذه مو كماليات، هذه نفقة يعني ضرورة، وكان المفترض تفضي بها لزوجها. زين، أجابها: يا ابنة العم، أما كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ أما كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا، يعني المسؤول على النفقة، المفترض أي خلل أي نقص تطعيني عليه. فقالت: إني لأستحي من الله أن أكلفك ما لا تطيق. خاف أقول أريد الحاجة الفلانية وما عندك قدرة على إيجادها وتحصيلها وأخليك في قلق. هذا كلام مو عن كماليات وفرتها لولا، وأنا أخجل أن أكلفك بما هو كمالي، لا، بما هو ضروري أنا أخجل من الله أن أضعك في موقف حرج من هذا. أصبر وأؤخر وأؤجل حتى ولو كان الضرورة. الروحية إذا عاشت الزوجة بهذه الروحية والتعاطي مع الزوج حتماً يقف أمامها بإجلال واحترام، شاء ما أبى يقدرها يحترمها، لأن هي جبر على احترامها بهالطريقة هذه. وبالفعل علي جاوبها بأن دمعت عيناه محبة لها ومضى. هذا الدرس الأول. روح على درس آخر. جاء واقترض دينارا وأراد أن يبتاع لعياله شيئا من الطعام. هناك وهو في الطريق رأى المقداد ابن الأسود الكندي وقد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته: يا مقداد، ما وراءك؟ قال: إليك عني يا أبا الحسن، لا تستعلم حالي. قال: إنه لا يجوز أن أجوزك دون أن أعلم ما بك. يصير أشوف أخوي المؤمن بالطريق ووضع غير طبيعي وكأنما هو قلق عند مشكلة وأتجاوزه وهالشكل؟ لا. يا أبا الحسن، اتركني لحالي. قال: لا يجوز. قال: يا أبا الحسن، ما خرجت من داري إلا وعيالي يتضوعون من الجوع. قال: يا مقداد، ما أفزعني إلا الذي أفزعك. ويبدو أن الوضع الاقتصادي والمادي مو فقط بيت علي بن أبي طالب كان يعاني من شظف الحياة، وإنما نعم، يعني لما تقرأ بعض الروايات أن الرجال في صلاة الجماعة كان يطلب منهم أن يتأخروا في الركوع، أركع النساء قبلهم ثم في رفع الرأس يتقدم الرجال برفع رؤوسهم. ليش؟ الأزر قصيرة، خاف بعد يركع الرجال والمرأة بعد هماهي راكعة وينكشف ما لا يليق النظر. إليه؟ إلى هالقد فقراء دولة؟ نعم. الصف الأول من المجتمع النبوي كان يعيش الفقر بهالطريقة هذه، إلى درجة المقداد يخرج يقول: نعم، ما خرجت إلا وعيالي يتضوعون من الجوع. قال: يا مقداد، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، ما أفزعني إلا الذي أفزعك. أنا طالع لهم الغرض نفسه، وقد اقترضت هذا الدينار. هنا انظروا إلى الروحية الكبيرة العظيمة: وقد آثرتك به على نفسي، فخذه وابتع لعيالك ما يسد جوعتهم. أنطاه دينار إلى وين؟ يرجع علي بن أبي طالب، راح على المسجد، صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الظهر،
صلاة العصر، بقي حتى المغرب، صلى مع النبي صلاة المغرب، انفتل النبي من صلاته، جاء إليه: يا أبا الحسن قم معي. إلى أين يا رسول الله؟ قال: هل عندك شيء نتعشاه فنميل معك؟ يلا بعد زيادة على الأزمة، أزمة أخرى أودي ماكو شيء. أطرق برأسه إلى الأرض خجلا وحياء من رسول الله، فما عسى أن يقول، لكن انظروا إلى اليقين، الرزق بيد الله عز وجل، لا أحد يقدر يقطع الأرزاق، حتى لو عندك موقف سياسي أو دور اجتماعي أو ديني وتهدد في رزقك ومعيشتك، اعلم أن الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين. أسباب تنقطع من هنا وتتصل من جهات أخرى، ما أحد يموت جوع، ما أحد ممكن أن يحكم على إنسان بأن يميته جوعا، الله موجود، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى ربما الوظيفة تكون سبب ظاهر، نعم من حيث تعلم، ولكن قد يأتيك الرزق من حيث لا تعلم. انظروا إلى اليقين. قال: يا رسول الله مل بنا، ليقينه بالله أن لن يخذله الله، لن يتركه الله في حيرته، سيسبب له سببا من غير أن يكون هناك مقدمات لهذا السبب. نعم، دخل علي وهو قابض على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، عامل من عوامل النجاح موجود أيضا. انظروا أين فاطمة تتلهى في مجالس الغيبة والنميمة، في الشوارع، بالمجمعات، بالمقاهي، بهذه الوسائل اليوم الموجودة اللي تشغل الناس. شنو ساعة لربك وساعة لنفسك؟ 24 ساعة لنفسك، 24 ساعة لاهين على الله، ونرجو من الله أن يكون معنا. شنو؟ كن مع الله لو لم يكن إلا في الساعة الخاصة به. الزهراء في خلواتها، في محرابها، تتجه إلى الله عز وجل. هنا انظروا، رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ويضع يده على رأس ابنته فاطمة ويقول: بني كيف أمسيت؟ المفترض أن تحكي له الواقع الموجود، 3 أيام ما ماكلين، 3 أيام احنا في مجاعة، وضعنا مؤسف، وضعنا غير جيد. وإذا بالجواب: بخير يا أبتاه. اللي تحافظ على خصوصية الزوجة، فلس وضع المادي تعبان كذا، الناس ما تدري، الناس ما عليها إلا الظاهر، هي تحفظ هذه الخصوصية لزوجها: بخير يا أبتاه. نظر علي وإذا، شوف اللي يكون بهذا المستوى الله يكون معه أيضا، وإذا بجفنة تفوح بخارا. قال: يا فاطمة أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، ووضع يدا على كتف علي والأخرى على كتف فاطمة، وقال: يا علي، هذا جزاء دينارك. اللي انطيت المقداد ما ضاع، هذا جزاء دينارك يا علي، إن الله أبى أن يخرجكما من الدنيا حتى يجريك مجرى زكريا ويجري فاطمة مجرى مريم ابنة عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نرجع إلى العنوان الأول. إذن بيت علي بيت بلا توقعات. بعد، بيت علي بيت خال من الكذب. هي الآن الزهراء في يومها هذا وفي وصيتها له ماذا تقول؟ ما عهدتني كاذبة. نسأل بدورنا،
حتى نستفيد من الرواية استفادات جيدة. نقول ما هي الأسباب التي يلجأ من خلالها الزوج إلى الكذب على زوجته أو على أولاده؟ قل بيت علي بيت خال من الكذب. وما هي الأسباب التي تستدعي الزوجة أن تكذب على زوجها؟ وما هي الأسباب التي تستدعي الأب أن يكذب على أبنائه أو العكس؟ لازم أكو أسباب. منها الخوف. الخوف يعني ماذا؟ لأن الطرف الآخر شديد، لأن الطرف الآخر لا يتفهم، لأن الآخر ممكن أن يقرر قرار هي تدفع ضريبة حماقته أو حمقه، فتضطر إلى الكذب المسكين. شو تسوي؟ إذا اعترفت أو إذا صدقت معه سوف تلقى نعم نتيجة غير مرضية. ها؟ هذه واحد من أسباب اللجوء إلى الكذب، عدم الثقة والوضوح بين الأطراف. ثقة ما موجودة، الزوجة لا تثق في زوجها، الزوج لا يثق في زوجته، أو لا يثق في عقلها، أو لا يثق في حكمتها، فيضطر إلى أن يكذب. إذا قال لها راتب مالي ومداخيل المالية هالقد هالقد هالقد، يعني القائمة رايح تجيك على رأس كل شهر نريد كذا، فيضطر إلى أن المسكين ماذا؟ أن يخفي بعض المداخيل المادية حتى يأمن وضعه. فعدم الثقة في تصرف الآخر وعقل الآخر وحكمته لربما يدعو الطرف الأول لأن يمارس الكذب. لكن من يعيش الوضوح والثقة المتبادلة لا حاجة له للكذب. ليش؟ لأنه غني نور على نور، فقير سأصبر معه، في وضع طبيعي سنعيش هذه العلاقة يحوطها الحب والاحترام، في حالة عدم ذلك بالعكس لا سأصبر معه وأتحمل مشاق الحياة وأعينه على حياته، لا أن أكون أنا والحياة عليه. يقول أحد واحد من أصحاب الحسين عنده كلمة، يقول في السعة الحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. الزوج والزوج كلاهما ينبغي أن يتعاطى بهذا الشكل. نعم، أن يكون الوفاء هو الذي يحرك الزوج تجاه زوجته تجاه أولاده وهكذا. فيقول حياة علي وفاطمة، أصلا أنت من خلال التسميات، علي من هو؟ أوليس الصديق الأكبر؟ صديق مو صيغة مبالغة، يعني لا يكذب لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا ولا في يلجأ إلى الحيل والخداع والمكر والمغالطة من أجل أن يمشي أموره، فهو الصديق الأكبر. طيب الزوجة من؟ أليست هي الصديقة الكبرى؟ إذن هي صادقة مع نفسها، صادقة مع زوجها، صادقة مع أولادها، صادقة مع نفسها، صادقة مع الناس. حياتي بهذه الكيفية لا يمكن أن يتخللها نوع من الإشكال. بعد، وما عهدتني كاذبة ولا خائنة منذ عاشرتك. طبعا الخيانة هنا تأخذ بالمعنى العام، وهو الخيانة يعني المخالفة أو الخداع. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فماذا؟ فخانتاهما. هذه الخيانة طبعا لا تفسر بأنها خيانة بمعنى ارتكاب الفاحشة أو ممارسة زنا أو مثلا علاقات مشبوهة بينها وبين الآخرين فيما يتعلق بهذا الجانب. نحن نبرأ إلى الله من كل من نسب لزوجة من زوجات الأنبياء فضلا عن زوجات رسول الله أنها تورطت بفاحشة أو أنها ارتكبت زنا، أبدا. الشهيد الأول يقول ولا يقول بذلك محصل، يعني طالب علم عنده ذوق سليم ودارس جيد، ما ممكن أن يلجأ إلى تهمة زوجات رسول الله بهذا المستوى. إذن الخيانة ماذا؟ الخيانة
في مقابلها الأمانة، يعني هي أمينة على زوجها وعلى أسرار زوجها وعلى خصوصيات زوجها، لا تذيع شيئا لا يرغب فيه، بيتها محكم الأسوار لا يخرج منه سر. القرآن يوم اللي تحدث عن بيوتات أو بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. الزوجة الوفية لا تظهر زوج أسرار زوجها، تحافظ على خصوصياته، جالسة ويا النساء أو حتى تعاني من مشكلة. هم كذلك الزوج، أنت ما محكوم عليك بالبراءة أيها الرجل. بعض الأحيان يجيك واحد هو يريد يتزوج على هالفقيرة المسكينة، زي الزوج الله يهنيك، ما حد يعني لا عملت حرام ولا غيره، لكن لا يكون زواجك الثاني على حساب هذه المسكينة، عيوب الدنيا كلها تخليها فيها حتى تتزوج الزواج الثاني، مو معقولة يعني، هذه لا أخلاقية. ها؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، من المفترض أنه لا أقل تحفظ لها أنها أم أولادك، أنها الذي تعبت معك. نعم مطلوب منها أن تكون معصومة، ما معقول. أحد المشايخ يقول: أنا كنت أعمل في مجال العلاقات الاجتماعية والأسرية، وكنا فاتحين لنا مكتب نعالج بعض القضايا. يقول: يوم من الأيام إجت زوجة تشكو على زوجها أنه كذا أنه كذا أنه كذا. قلت: المفترض أنا أسمع للطرفين، روح يجيب الحجي ونتفاهم. يقول: لما إجا وأنا أعطيت كل واحد ورقة لوحدة، قلت له: روح قعد بهالزاوية وانت قعد بهالزاوية، وليكتب كل واحد منكما الإيجابيات التي رآها. عايشين كم سنة ويا بعض؟ 15 سنة؟ جيد. كل واحد يسجل الإيجابيات اللي شافها من الآخر. كنت مو متزوجة شارون يعني ما في خير بالمرة، لا ممكن يمهل شغله يأجل يعني بعض القضايا، بس مو لهالدرجة يعني ما في خير بالمرة. سجل الإيجابيات مالتك. انت هم كذلك، ما متزوج يعني واحدة طالعة من الدين يعني، بالنتيجة إلها أخطائها وإلها حسناتها، سجل حسناتها الإيجابيات. خلصوا والله كل واحد شحن له صفحة كامل يعني. قلت: الآن قلبوا الصفحة، كل واحد يسجل سلبيات الثاني. بالنظر وجدت أن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، يعني إذا كان إيجابيات 20 نقطة، سلبيات 10 أو أقل من 10، يعني أقل من النصف. سبحان الله، يعني الإنسان مأمور أن يكظم الغيظ، أن يعفو، خذ بالعفو، ها، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. ويا الناس بس أو ويا المسكينة بعد؟ وهم أنت مخاطبة أيتها المرأة، يعني كل الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلا هذا المسكين تحسب عليه أخطاؤه. فبالنتيجة بالمعالجة، ثلث تغاضي ثلث تناسي ثلث كذا، معالجة تعالج الأمور. فإذا الوفاء والمحبة هو الطابع الذي جمع هذا البيت الطاهر. علي كان يجل فاطمة ويحترمها وهي تبادله الاحترام. إخلاص موجود، وفاء موجود، نعم احترام موجود، ولذلك بيت علي بيت ناجح بكل المقاييس. بعد نقطة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، لاحظوا إحنا الآن نمشي مثل ما يعبر البعض في نفق مظلم، الأحداث إلى وين توصل، شنو يصير، إلى وين نروح، ما جايين نفتهم يعني. يبقى أملنا في الله عز وجل في الفرج القريب، وإلا الأفق لا يظهر فيه شيء من يعني مما يشجع على سياسة رايحة على نعم أوضاع مزرية، وكل يوم تتفاقم الأمور أكثر من سابقتها، ومع ذلك الواحد ما قادر يخطط لا إلى نفسه ولا إلى أسرته ولا إلى أولاده ولا يضمن شيء يعني. بالنتيجة مع أننا في البين نقول يا أمل الآملين، مع أننا في البين نقول ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال،
مع أننا في البين نقول ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لن تفرج. بالنتيجة الأمل موجود في أنه الأمور إن شاء الله طيبة، وإلا حسب القراءة ماكو شيء يشجع على هذا. لاحظوا هذا المستقبل الغامض، نمشي ونقول الله عز وجل يسوي اللي فيه الخير. أهل البيت منذ البداية كانت خارطة الطريق للمستقبل موجودة. سيقتل علي في محرابه، وقبل ذلك ستكسر أضلاع فاطمة ويسقط جنينها، ثم بعد ذلك يقتل علي، وكذلك الحسن يسم، والحسين يفعل به كذا. ومتى الأخبار هذه؟ من أول يوم الولادة يجي جبرائيل يخبر، من أول يوم يجي رسول الله يخبر الزهراء بما سيحدث عليها. تصوروا أنه لولا حالة التسليم والرضا، لولا حالة، لولا هالروحية اللي تقول يا رب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لولا النفس الذي يقول نحن نحب الخير في من نحب، فإذا نزل أمر الله رضينا في من نحب، لولا هالوضع من الحالة النفسية التي تكشف عن تسليم مطلق لإرادة الله عز وجل، كان أهل هالبيت هذا يموتوا قبل موته. يعني تصور أنت طبيب يخبر مريض بأنه عندك 3 أشهر وسترحل عن هذه الدنيا، هذا يعيش في قلق من ذيك اللحظة لولا، بل يموت وينهار، كل يوم يموت مئات المرات لمجرد أن تصور هذا المعنى. بينما رسول الله يخبر أولاده واحدا بعد واحد بما سيقع عليهم، شوف يعيش حياة طبيعية جدا بلا قلق ولا اشمئزاز ولا، نعم يتعاظم في نفسه شيء، يتماشى مع الأمور وكأنه لم يطلع على مستقبله. وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى ثقته بالله، أن الله عز وجل وإن قدر له هذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما يريده الله سيكون. وبالفعل الروحية اللي تخلي أهل هذا البيت في حالة اطمئنان دائم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، انقطاع، هب لي كمال الانقطاع إليك، انقطعوا إلى الله في كل شيء. هذا اللي يخليه يعيش حياة مستقرة. نعم تأتي الجراحات، تعترضه الآلام، تمر به المصاعب، لكن بهالروحية يتجاوز كل ما يتهدده. زهراء سلام الله عليها يوم اللي كانت تبكي على أبيها رسول الله، حتما المصاب جلل، وحتما الخطب عظيم، لكن بروح الرضا والتسليم تلقت خبر أبيها. لكن يقول الشيخ المفيد عاشت 75 يوما ما رؤيت فيه ضاحكة ولا بأس. ليش طول هالفترة هذه 75 يوم؟ صحيح ممكن تكون قليلة العدد في أيامها، نعم، ولكن كل ما حدث فيها كان يبعث على الألم والحزن. تصور يعني انت تحكي عن فدك، العوالي، في خمس ارثها من النبي صلى الله عليه وآله، هذه كلها امور مادية وممكن ان تتعوض من اي جهات اخرى، لكن الضرر المعنوي، الضرر الاخلاقي اللي يمنع الانسان من البكاء على اعز الناس على قلبه. يا علي قل لفاطمة اما تبكي ليلا أو تبكي نهارا فلقد آذتنا من بكائها. أنا عندي مصادرة هالحق هذا أعظم من أي حق آخر. فدك ممكن أن تتعوض، عوالي ممكن أن تكون لعلي بن أبي طالب، دبر يدبر أي شيء من طرف خمس كذا، لكن هالحقوق المعنوية والأخلاقية التي سلبت، مع أن الزهراء
يوم اللي تبكي تبكي ماذا يعني؟ طالعة بالشارع جازة شعرها وصارخ بالطرقات، أو تبكي تدمع العين ويحزن القلب، ولكن ما نقول إلا ما يرضي الرب. هذا المقدار من البكاء لا يزعج أحد، ولكنهم كانوا أرادوا أذيتها إلى هذه الدرجة. يضطر علي بن أبي طالب يبني لها بيت الأحزان، إذا شايفين بيت الأحزان وأدركتموه في السبعينات أو الستينات. نعم، كان وين؟ كان على جهة الشرق من البقيع، تمشي فترة. أتذكر كان بناية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان خلف هالمبنى وهدم. إذا قلنا البقيع هو آخر، هذا قبل التوسعة، البقيع كان آخر حدود المدينة من هذه الجهة، ولذلك نقول عثمان دفن خارج المدينة أو دفن في مقبرة اليهود. طيب، معناته إذا المسافة أبعد من هذا، وين مودي هذا بيت الأحزان؟ بعيد جدا. معقولة أن فاطمة كانت تزعجهم إلى هذه الدرجة؟ ولذلك حقها أن تخرج من الحياة وهي واجدة، وهذا اللي سجل البخاري في صحيحه، يقول ماتت فاطمة بنت رسول الله وهي واجدة. واجدة يعني شنو؟ يعني متأذية منهم، يعني غاضبة. الله، وتسجل هذا الموقف في هذه اليوم الأخير، تقول يا علي ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي، أمنفذ أنت يا علي وصيتي أم أعهد بالأمر إلى غيرك؟ هي تعلم أن عليا لن يتجاوز رغبتها وما تريد، ولكن تريد تأكد على هذا، نعم هذا المعنى. ولذلك اجتمع الناس بعد وفاة فاطمة وأرادوا أن يشاركوا في تشييعها. التفت في مثلها قبل هذه الليلة في عصر اليوم الذي مضى، لأن الزهراء سلام الله عليها قيل أنها توفيت في على مقربة من الفجر، بعضهم يقول في نهاية النهار. المهم اجتمع الناس لتشيع فاطمة، فقال علي يا أبا ذر أخرج إلى الناس وقل لهم لقد أجل جهاز بنت رسول الله فلينظوا إلى شأنهم. ثم بعد ذلك لما جن الليل، الله يساعدك يا أمير المؤمنين، طول هالوقت قاعد عند جسد فاطمة، عند فراش فاطمة، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. لما جن الليل تقول أسماء وضعها على ساجة المغتسل، كنت أعينه على غسلها، آتيه بالماء، وقد مددها على تلك الساجة ولم يكشف عن بدنها، لأنها أوصته أن يغسلها من فوق الثياب لأنها طاهرة مطهرة. بس هذه العلة، أو تريد أن تخفي على علي عطبا في جسدها؟ كستكسير أضلاعها. ولذلك بالفعل تقول بقي أمير المؤمنين يغسل فاطمة لحظات، وإذا به قد انتحى ناحية من الحجرة وجلس واضعا رأسه بين ركبتيه ينشج في بكائه. نعم يا أمير المؤمنين، توصوننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة. أنا أترك الجواب إلى رواية أخرى. 10 أيام لم يخرج أمير المؤمنين للناس، بقي يبكي على فاطمة حسرة على فراقها. الناس قالوا يا عمار ادخل على أبي الحسن قل له فليخرج إلينا، اشتقنا إليه وإلى أحاديثه. يقول دخلت على سيدي ومولاي أمير المؤمنين وإذا به جالس في حجرته واضعا رأسه بين ركبتيه يبكي حزنا على فاطمة. قلت له يا أبا الحسن توصوننا بالصبر
وتجزعون عند المصيبة. رفع رأسه إلي وإذا بدموع عينيه تجري على خده. قال: يا عمار لا تلومني، لا تعاتبني يا عمار. ليش يا سيدي؟ قال: لأني لما وضعت فاطمة على ساجة المغتسل هوت يدي بين ضلعين مكسورين. ما كانت الزهراء أخبرتني بهما، عشرة أيام ظل مغلق عليه الباب ما يظهر، وقلبه من المصايب ذاب طبعا مار، لكن شاف ليث الغاب راسه مهبطة وللموت يتمنى. ضلع واحد وارخص لدموع العين، ضل يجذب الحسرة ويصفج شفين، بلش لون لا عاين ضلوع حسين، وخيل القوم ذاك الوقت رضنا. كأن مشاعرنا يذكر أمير المؤمنين يقول: مو هاي، هذه مو آخر الأضلاع اللي رايح تكسر، لا، وبرض ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. التفت إلى هالكلمات هذه: أي ضلوع شاد وعظم تبتش العين، أي ضلوع شاد وعظم تبتش العين، ضلوع أم الحسن والله ضلوع حسن. وويلاه وسيدا اضلوع ام الحسن يا واسفر الظاهر، يوم القوم خلف الباب عصراها، وهي تونونين وهم سمعوها، مو بس ضلع وتكسر ولا ضلعين، ومن قام الوصي غسلها بالعبرة، نظر وسط الصدر لضلاع متكسرة. تصيح وياه لو لا صاحب صوت: آه عليك يا زهراء، آه عليك، خليت الدمع نهرين. روح على كربلاء، هناك أيضا الإمام الباقر يقول: والله لقد سمعت أضلاع جدي الحسين تتكسر تحت حوافر الأعوجية، يقولوا: لجل ضلوع أبو اليمة دموع تسيل، طحناها طحن والله بدوس الخيل، وصدر قبال زينب فصلوا تفصيل، وضلوعه تنثرت من شمال يمين. ومن شاهد علي السجاد احواله، جسد ومقطع يمينه مع شماله، ايش سوى؟ فرش قطعه بواري وجمعه صالية، وعظام الصدر ركبها مع الكفين، ويا صدر العليه اكثرته اللعبار، صدر الزهر ذاك الكسره بمسمار، لو صدر الصبر صبط ريحانة مختار، السهم صابا ومن قلبه نزع ثلثين. بعد بيت الدعاء: زينب زينب، ها لا ننساها زينب، يوم اللي مات النبي صلى الله عليه وآله بكت، ولكن كان حجر فاطمة ويد علي خففت عليها وطأة المصاب. يوم اللي انصابت الزهراء، نعم كان حجر علي موجود. يوم اللي نعم قتل الحسن، قتل أمير المؤمنين، إخوته كلهم موجودين. يوم اللي قسم الحسن، كان الحسين موجود. لكن مر عليها يوم عظيم
الرحيم، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضاق الفسيح أنا منايا نجت لكربلا منا. لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبكي، وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدر التكسر. بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها، إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وعليها والسر المستودع فيها. دعوة إلى الإنفاق والصدقة، أكو مرضى عندكم يحتاجون إلى مساعدة، أعينوهم أعانكم الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إخواني، إحنا على في هذه الأيام على مائدة سيدة النساء.